مدبولي يبحث آلية التعامل مع الأزمة الأوكرانية وتوجيهات رئاسية بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري. وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات المظلات ويشيد بما يقدمونه من تضحيات. عقوبات أمريكية جديدة بحق موسكو، وبايدن يتحدث عن مواصلة تسليح أوكرانيا. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة متابعة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي لمناقشة آليات التعامل مع تداعيات الأزمة على القطاع العقاري. وأشار مدبولي إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تكون مهمتها عقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على عدد من الآليات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية. كما نوه مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مصنعي الحديد والأسمنت لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، مشيرا إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، استعرض مدبولي ما يتم من إجراءات وخطوات للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا المتابعة اليومية لهذه الأزمة وما نتج عنها من ارتفاعات في أسعار السلع على المستوى العالمي، وكذا حدوث نقص في سلاسل الإمداد. وأشار مدبولي إلى ما يتم من تعاون وتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين. وفي هذا الإطار أوضح رئيس الوزراء أنه تم إتاحة 1.1 مليار جنيه لهيئة السلع التموينية والبنك الزراعي المصري كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلي، فضلا عن الجهود الخاصة بزيادة مواقع استلام القمح التي وصل عددها حتى الآن إلى أكثر من 450 موقعا. هذا وقد وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع على إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض. ويستهدف المشروع إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 500 مليون دولار وباستثمارات مصرية بنسبة 100%. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وخلال اللقاء نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي لرجال المظلات، مشيدا بما يقدمونه من تضحيات وبتنفيذهم لمهام بكفاءة واقتدار. التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من مقاتلي قوات المظلات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات. وبدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عاطف إبراهيم ماضي قائد قوات المظلات، أكد خلالها على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة لرجال المظلات، مؤكدا أن رجال المظلات سيظلون دائما في أعلى درجات اليقظة والجاهزية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. ونقل القائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المظلات، وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم،
مشيدا بما يقدمه رجال المظلات من تضحيات وتنفيذهم لمهامهم بكفاءة واقتدار. كما استعرض الفريق أول محمد زكي تطورات الأوضاع بالمنطقة وانعكاساتها في شتى المجالات، مشيرا إلى أن القوات المسلحة قد حققت طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي، وأنها ستظل دائما تعمل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، مضيفا أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذي يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخليا وخارجيا. وأدار القائد العام حوارا مع مقاتلي قوات المظلات، تناول خلاله التحديات المطروحة على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا، مشيدا بما لمسه من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات. حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة. نظمت وزارة الداخلية احتفالية بيوم المجند في إطار اهتمامها برفع كفاءة العنصر البشري لأداء المهام الأمنية المتنوعة. وقد أدى المجندون خلال الاحتفالية بيانات عملية متنوعة أظهرت قدرتهم واحترافيتهم واستعدادهم لأداء المهام الأمنية الموكلة إليهم. انضباط كبير بين صفوف المجندين الملتحقين بالخدمة بوزارة الداخلية في ظل اهتمام الوزارة برفع كفاءتهم البدنية والقتالية لأداء المهام الأمنية الموكلة إليهم في كافة القطاعات الشرطية، وهو ما أظهروه خلال الاحتفال بيوم المجند في إطار العام التدريبي 2022-2023. عروض متنوعة أداها المجندون تؤكد على المهارات التي اكتسبوها خلال فترة التدريب والتأهيل داخل معسكر تدريب المجندين بالإدارة العامة لتدريب قوات الأمن. طبعاً التدريب بيرفع من لياقتنا البدنية، بيخلي الصحة أحسن، ودايماً بنتعود على التدريبات والجري والتمارين. التدريبات دي كمان بتفيدنا في الخدمات بره، بتخلينا واثقين من نفسنا وواثقين قادرين إن احنا نحمي بلد. بيانات عملية أداها المجندون تحاكي طبيعة المهام التي تنفذ ميدانياً، وهو ما يؤكد على قدرتهم وجاهزيتهم للعمل وسط أصعب البيئات وفي ظل متغيرات ومستجدات أمنية متنوعة. فقد تم وضع برامج تدريبية للمجندين منذ لحظة التحاقهم بالخدمة العسكرية لرفع اللياقة البدنية والتدريب على فنون القتال والاشتباك ومواجهة المواقف الأمنية المتنوعة والطارئة. سرعة وكفاءة ومهارة في أداء المجندين في مختلف المواقف الأمنية لتحقيق السيطرة باحترافية كبيرة تعكس استيعاب البرامج التدريبية والتعليمية خلال فترة التأهيل. تلك العروض تؤكد على الاهتمام الواضح من وزارة الداخلية برفع كفاءة العنصر البشري في كافة قطاعاتها لأداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واحترافية وتقديم الخدمات بصورة حضارية. فهؤلاء المجندون سينطلقون لأداء خدمتهم في كل مواقع العمل الشرطي مسلحين بمهارات وتدريب متطور خلال فترة التأهيل. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ما يقرب من 116 قضية تموينية بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 225 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 54 طن سلع غذائية مختلفة، كما تم ضبط أكثر من 32 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية غير الغذائية أيضا. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 64 طن سلع غذائية وغير غذائية، كما تم ضبط 35 طن أسمنت وحديد في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، وكذلك ضبط 40 طن أسمنت في مجال حجب مواد البناء.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستفرض عقوبات اقتصادية أكثر على روسيا وستزيد من عزلتها. وفي كلمة له بواشنطن أكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة للدفاع عن نفسها مثل الطائرات المسيرة المتطورة والصواريخ من نوع جافلين وغيرها. سبقت تصريحات بايدن إعلان وزارة العدل الأمريكية لعدد من العقوبات على روسيا، مشيرة إلى حصولها على أدلة لارتكاب موسكو جرائم حرب في أوكرانيا على حد قولها. وخلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن أن العقوبات الجديدة شملت 18 فردا وعدة كيانات. في موازاة ذلك قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن واشنطن تفرض عقوبات على روسيا كثمن للحرب على أوكرانيا، مشيرة إلى فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلى زوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف، بالإضافة إلى فرض عقوبات على بنكين روسيين كبيرين. هذا وتجري الجمعية العامة للأمم المتحدة غدا تصويتا بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية ومقره جنيف. ويمكن لأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية العامة الذين يحق لهم التصويت تعليق عضوية بلد ما لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي الناتو يانس ستولنبرغ أن الحرب في أوكرانيا قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات. وأكد ستولنبرغ عبر كلمته قبل اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل ضرورة الاستعداد لمسار طويل من الحرب في أوكرانيا، من حيث تقديم الدعم لكييف والاستمرار في العقوبات وتعزيز دفاعات الحلف. وأضاف أمين عام حلف الناتو أن قوات روسيا تستعد لهجوم كبير شرق أوكرانيا. أعلن الكرملين أن محادثات السلام بين موسكو وكييف لا تتقدم بالسرعة التي تريدها روسيا، مشيرا إلى أنه يجري العمل على بدء جولة جديدة من المحادثات، لكن الطريق ما يزال طويلا لإحراز أي تقدم. من جانبه أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن سحب القوات الروسية من كييف بادرة حسن نية لتهيئة ظروف مناسبة للمفاوضات مع الجانب الأوكراني، مشددا على أن موسكو مهتمة بموافقة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على الشروط المطروحة في المفاوضات الروسية الأوكرانية. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه لا يمكنه أن يتقبل أي تردد من الدول الغربية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا. جاء ذلك في خطابه أمام البرلمان الأيرلندي، حيث دعا زيلينسكي أيرلندا إلى إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا، متهما إياها بتدمير البنية التحتية لأوكرانيا وتعمد إثارة أزمة غذائية باستخدام الجوع كسلاح على حد وصفه. على الأرض، كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير قاعدة لتخزين الوقود في مدينة خاركيف الأوكرانية بضربة صاروخية. يأتي ذلك فيما ذكرت المخابرات العسكرية البريطانية أن القتال والضربات الجوية الروسية مستمران في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة. وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن الوضع الإنساني في المدينة الأوكرانية يزداد سوءا، مضيفة أن معظم السكان المتبقين البالغ عددهم 160,000 ليس لديهم كهرباء أو اتصالات أو دواء أو ماء. We'll be right back.
أشاد رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين علي بن صالح بالجهود المستمرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس البرلمان العربي عادل العسومي والإسهامات المتميزة التي يقدمها في مجال دعم ومساندة وحدة العمل البرلماني العربي. ومن جانبه أكد رئيس البرلمان العربي الجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس مجلس الشورى البحريني ودعمه المستمر للبرلمان العربي من أجل تطوير العمل البرلماني العربي وإيجاد مسارات مشتركة تساند القضايا العربية. أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أن التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع إجراؤها في ديسمبر القادم سيتم على مرحلتين وسيكون على الأفراد وليس على القوائم كما كان الحال في جميع الانتخابات السابقة. وأضاف الرئيس التونسي أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي التي ستشرف على الانتخابات ولكن ليس بالتشكيل الحالي. وإلى لبنان، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن لبنان يمتلك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، مشددا على أن النهوض يتطلب فقط التعاون بين الجميع. وخلال ترأسه لجلسة مجلس الوزراء أكد ميقاتي أن الحكومة لن تستسلم وستعمل في سبيل وضع لبنان على طريق التعافي بالتعاون مع الجميع رغم الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب. وإلى تطورات فيروس كورونا، حيث قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري إن إقليم شرق المتوسط شهد انخفاضا متواصلا في عدد الحالات والوفيات خلال شهر مارس مع زيادة بسيطة في عدد الحالات في الأسبوع الأخير. وأوضح المنظري خلال كلمته في مؤتمر المكتب الإقليمي حول الجائحة أن هناك انخفاضا عاما في الإصابات والوفيات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث تقترب نسبة الحاصلين على جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كوفيد-19 في إقليمنا من 40%. فاللقاحات هي أكثر الدروع الواقية بفعالية ضد الأمراض الوخيمة للمرض والوفاة بإذن الله تعالى، خاصة عندما تقترن اللقاحات بتدابير وقائية أخرى مثل نظافة الأيدي واستخدام الكمامات والتباعد البدني والتهوية الجيدة للأماكن المغلقة. أعلنت الصين عن تسجيل مستوى قياسي من الإصابات بكورونا في خلال الساعات 24 الأخيرة تخطى 20,000، غالبيتها في شنغهاي. وتعتزم سلطات المدينة الصينية التي تضم 25 مليون نسمة تحويل مركز كبير للمؤتمرات والمعارض إلى مستشفى ميداني ضخم يتسع ل40,000 سرير. رصدت السلطات الهندية بمدينة مومباي أول حالة إصابة بالسلالة المعروفة بXI المتحورة عن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا. وأوضحت السلطات الصحية أنه أيضا تم رصد حالة إصابة أخرى بالمتحور المعروف بكابا. كانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن المتحور الجديد قد يكون أكثر قابلية للانتشار من أي متحور عن فيروس كورونا. وإلى حياة كريمة، حيث نظمت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية قافلة طبية مجانية شاملة متعددة التخصصات لقرية أبو عياد التابعة لمركز ومدينة أبو صوير على مدار يومين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة شملت عيادات متنقلة في 12 تخصصا طبيا بجانب عقد ندوات تثقيفية صحية للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل. أطلقت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط قافلة طبية شاملة تضم 10 تخصصات في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتردد على القافلة خلال يومي تنظيمها حوالي 3,000 مواطن تم الكشف عليهم وتم تقديم العلاج المجاني لهم مع تحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة للمستشفيات المركزية.
القافلة تشمل 10 عيادات متنقلة فيها جميع التخصصات، خدمة أخصائي، الأطباء الموجودين معنا كلهم أخصائيين. القافلة تستهدف أكثر من 2000 مواطن. إحنا هنا بنقدم خدمة الصيدلية، العلاج كله بالمجاني، المريض مش بيدفع أي حاجة خالص. عندنا فوق 120 صنف، الأدوية متعددة وبتغطي جميع التخصصات اللي موجودة في القافلة. المريض بياخد العلاج بالكامل اللي بيكفي مدة علاجه بالكامل، مش بيحتاج يشتريه بره، مش بيحتاج يشتري أي حاجة من بره، بعد بياخد مدة العلاج كاملة. في فريقين صرف وتسجيل بيشتغلوا بالتوازي مع بعض من الصيادلة. في محافظة المنوفية وزعت مؤسسة حياة كريمة أكثر من 20,000 كرتونة من المساعدات الغذائية في كل مراكز المحافظة، وجاء التوزيع عن طريق المنسقين والمتطوعين بالمؤسسة من أجل التوصيل لكل قرية في المحافظة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تم التأكيد على انتظام الدراسة بجميع المدارس خلال رمضان، مع الإشارة إلى أن تسجيل كل من الحضور والغياب يكون إلزاميا وليس اختياريا، مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية. وأشارت الوزارة كذلك إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس. وجهت وزارة الصحة بتخصيص حوافز مجزية للفرق العاملة في منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا بالمحافظات التي تحقق نسبا عالية في تطعيم المواطنين خلال رمضان، وذلك وفقا للأعداد المستهدفة بكل محافظة. وكشفت الوزارة عن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة بلغت 54% وانخفاض أعداد الوفيات بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض نسب الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس. يأتي هذا في حين أعلنت وزارة الصحة خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الجائحة. ناقشت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد مع المدير المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ماري بانكيستو آليات التعاون في دعم أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. وتناول اللقاء أهم الموضوعات والمبادرات التي ستطرح في مؤتمر المناخ وآخر مستجدات إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري الذي يعده البنك الدولي في عدد من الدول ومنها مصر. في سياق آخر، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مع المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي ماري بانكيستو الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27. وخلال اللقاء استعرضت الوزيرة ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية، مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة. عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا مع كبير خبراء الاقتصاد الزراعي بالبنك الدولي، وذلك لمناقشة سبل دعم البنك الدولي لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية بالقطاع الزراعي والتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث. وخلال اللقاء أشاد مسؤول البنك الدولي بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حاليا والمجهودات المبذولة لتشجيع المزارعين على التحول لأنظمة الري الحديث في مصر، والإشادة أيضا بمشروعات إعادة استخدام المياه التي تمت والتي يجرى تنفيذها حاليا. أكد وزير البترول طارق الملا اهتمام الوزارة بتوطين الصناعة الوطنية للمكون المحلي في المشروعات البترولية، موضحا أن تميز شركة بتروجيت في هذا المجال خلال السنوات الخمس الأخيرة يعد تجسيدا واقعيا ونموذجيا لهذا التوجه. جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروجيت لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2021،
وأشار الوزير إلى نجاح شركة بتروجيت في تحقيق حجم أعمال غير مسبوق، حيث بلغت إيراداتها 34.2 مليار جنيه خلال عام 2021 بزيادة تقدر ب 6% عن عام 2020. استقبلت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم استشاري الهندسة البيئية في ألمانيا إيريني ستمالك، والتي تعد واحدة من أبرز علماء مصر تستطيع بالصناعة، وذلك لبحث نقل الخبرة ودعم استراتيجية الدولة في توطين الصناعة في مصر. وأكدت وزيرة الهجرة الحرص على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة فضلا عن ربطهم مع علمائنا وخبرائنا، ومن بينها تعاون المهندسة إيريني مع وزارة الإنتاج الحربي لنقل خبراتها في تكنولوجيا المياه والصرف الصحي ومواكبة لأهداف التنمية المستدامة في مصر. ناقشت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر أليساندرو فراكسيتي العلاقات المشتركة بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحفظة المشروعات الجارية. بحث الجانبان جهود تعزيز التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب استنادا إلى الدور المحوري لمصر في قارة إفريقيا، والاستفادة من تجربتها التنموية في تعزيز العلاقات المشتركة مع بلدان القارة. تواصل المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية ومعارض أهلا رمضان توفير السلع الغذائية للمواطنين بمحافظة الوادي الجديد من خلال فروع منافذ البيع التابعة لوزارة التموين وبمشاركة القطاع الخاص، ويأتي هذا في إطار توجيهات وزارة التموين لتوفير كافة أنواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة. عندنا 5 ميني ماركت موجودين في مدن المحافظة، طبعا بيتم فيهم عرض الأسعار بأسعار مخفضة، سواء لحوم، دواجن، فراخ، رز، دقيق، مكرونة، جميع الأسعار السلع الأساسية. وكمان اتعملت عدة مبادرات تخطت العشرين مبادرة، منهم تبع أجهزة الشرطة اللي كلنا واحد مع مباحث التموين ومديرية التموين، ودي اتعملت برضو على أكثر من 11 مبادرة منهم، واتعملت معارض أهل رمضان في أكثر من 15 مبادرة تانية اتعملت على أرض المحافظة واشترك فيها التجار والشرفاء، وبيتم مراجعة الأسعار كلها عن طريق مديرية التموين ومباحث التموين. احنا شهر رمضان بالذات المصرية بيبقى فيه استعداد خاص بالنسبة للسلع وتوفرها، وخاصة في ضوء الفترة اللي هي اللي فاتت دي وبدأت الأسعار في تحرك في الأسعار بره، فاحنا طبعا اهتمينا بان احنا نكثف العرض عشان طبعا نقدر نحافظ على يعني آلية السوق طبعا. والله بالنسبة لي هنا في المكان ده مفيش أزمة، واخد بال حضرتك، وبالنسبة للأسعار برضو نفس اللي بيعلنوه هو اللي بيبيعوه، الأزمة دي بيعملوها تجار الجملة اللي بره. ده بالنسبة لعام جمهورية مصر العربية، أنا بتكلم مش على المنطقة هنا، لكن بالنسبة حتى فروع الهايبر ده من ساعة ما بدأ وهو متميز برضو إيه، إنه يجيب السلع بأسعار مناسبة للمواطن. اختار موقع ديلي ميل البريطاني مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خلال فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري، وسلط الموقع الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية، وذلك خلال التقرير الذي نشره الموقع تحت عنوان أهم المقاصد للإجازات لعام 2022. وأوضح التقرير أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز بتنوع منتجاتها السياحية، حيث يتمتع بمناظر طبيعية خلابة وبحضارة عريقة، لافتا إلى أن العام الجاري يوافق ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.
وبشأن أخبار الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الخميس طقس شديد الحرارة نهارا على كافة الأنحاء، لطيف في فترات الليل والصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائل للبرودة على السواحل الغربية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وهذه درجة الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. وبأخبار الطقس انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. مدبولي يبحث آليات التعامل مع الأزمة الأوكرانية، وتوجيهات رئاسية بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري. وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات المظلات ويشيد بما يقدمونه من تضحيات. عقوبات أمريكية جديدة بحق موسكو، وبايدن يتحدث عن مواصلة تسليح أوكرانيا.
ختام نشرتنا مشاهدينا الكرام، لكن هواء التاسعة مستمر مع حضراتكم مع الإعلامية شفكي المنيري. مساء الفل عليك شفكي. مساء الخير يا نهى، مساء الخير يا سحر، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم عليكم. الله أكرم، كل سنة وأنت طيبة. وأنتم طيبين ودايما، والتألق دايما والنجاح لكل صناع نشرة التاسعة. أشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك، نتمنى لك التوفيق. شكرا. أشكركم. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم، اسمحوا لنا نبدأ برنامج التاسعة، تفضلوا.